300 يوم والحرب في غزة لا تهدأ. قرابة 40,000 هي حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الصراع لا يقف عند دائرة القطاع بكل ما فيه من قتل للمدنيين. وتجويع الأحياء منهم ودفن الآلاف تحت الأنقاض، لكنه يمتد خارج القطاع ليصل لليمن ولبنان وإيران، لتتغير خطوط الصراع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة إلى الشرق الأوسط، فتتسع شيئاً فشيئاً رقعة الحرب بدخول الأطراف الأخرى بضربات متبادلة ومباشرة. شكلت أحدث حلقات النزاع بين إسرائيل وحزب الله، واشتعلت التهديدات الإسرائيلية بشن حرب شاملة على لبنان. عقب استهداف مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، والذي نسبه الاحتلال لحزب الله رغم نفي حزب الله مسؤوليته، وسحبت عدة دول رعاياها من لبنان، خاصة أن حزب الله اللبناني منذ 8 أكتوبر يمطر المواقع الإسرائيلية بالصواريخ والقذائف، بينما تصل الغارات الإسرائيلية لعمق لبنان، وتتوالى سلسلة الضربات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ما يجبر آلاف المدنيين من الطرفين على إخلاء منازلهم. ولم ينتهي الأمر عند لبنان، بل توسعت دائرة النار لتشمل اليمن باستهداف الاحتلال لمواقع عسكرية بأسراب من طائرات F-15 في ميناء الحديدة، والذي يعتبر شريان اليمن، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين. وجاء إعلان الاحتلال بأن الضربة تأتي رداً على مئات الهجمات التي نفذت ضد إسرائيل من قبل الحوثيين، الذين توعدوا بجعل تل أبيب هدفاً رئيسياً في هجماتهم القادمة، بعد تنفيذ الحوثي عدة عمليات عسكرية استهدفت مناطق حيوية في إسرائيل، واستهداف سفن شحن خاصة بالاحتلال. وبالنسبة لإيران، فقواعد الاشتباك مع إسرائيل كانت مختلفة، من اغتيالات لشخصيات إيرانية بارزة وقصف مواقع حيوية لدى الجانبين. وتزداد المخاوف الدولية من صراع إقليمي محتمل. وعلى الصعيد الأوسع تأثيراً، حذر تقرير بلومبرج إيكونوميكس من أن الحرب الممتدة خارج القطاع تهدد الاقتصاد العالمي كله بالركود.